كابتن شريف ألف مبروك، وما زالت ثلاثيات كولر تتواصل. دي الثلاثية رقم 16 منذ توليه المهمة. 14 ثلاثية الموسم الماضي وثلاثيتين هذا الموسم. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك مستر كولر، مبروك جماهير النادي الأهلي ولاعيبته وال مؤسسة عموما. يعني ده مال ماهر، هي الماتشات اللي فاتت كلها بنكتسب حيوية وبنكتسب لياقة بدنية، هي أساس الشكل الأداء النهاردة. إنك بتضغط على الخصم ما بتسمحلوش بأي تفكير أو أي بلان بالنسبة إن هو يهاجمك إزاي أو يلعب معاك أو يبادلك الحضور في الملعب يعني. فأنا سعيد النهاردة وأنا بتفرج على الحالة البدنية بالنسبة للاعبين كلهم، والكلام ده قلناه في أول المباراة، دخول أفشة أو إمام يبقى موجود، وإمام ياخد 40 دقيقة أخرانية أو جزء من المباراة. بنحاول نعمل حالة وجود لموديتس الراجل سنتر فيرود الجديد، نحاول نخليه يكتسب ثقة، بيعرف هجام يعني، بيعرف يهجم وبيعرف يستخلص وبيعرف يوم عن يوم هيتعود على الأجواء المصرية وعلى الملاعب المصرية وعلى الشكل اللي هو يمكن أدوات. فاكر زمان أنا قلت لك الأدوات اللي هو كان بيلعب فيها زمان على ملاعب تانية وشكل تاني وجو تاني، ما عندوش الحر والرطوبة دي كمان ممكن تكون متأثر عليه. أنا بشوفه الدنيا عرقانة معاه جامد، ف جاي يعني كل جاي يعني، احنا مش عايزينها في يوم وليلة كده. أمام حتى النهاردة بصم ودخل ال 18 وتوغل وراح باعت واحدة من بتوعه بعد كم ماتش دلوقتي برضه يعني جه. فالثقة الثقة في الأهداف. إمام بصم من أول ماتش. لا إمام لعيب كرة بالظبط. إمام محمد عبد المنعم لعيبة علي معلول، الناس دي كلها، بيدر الفاعل، حسين الشحات، في كلاس يعني بيسموه كلاس إيه يعني في التناول وفي التعامل مع لعبة كرة القدم يعني، في حضور وقفشة. أنا من الناس اللي قفشة لما بتبقى لياقته البدنية جاهزة الحقيقة فكره وتركيزه بيبقى حاضر، بيترجم حاجات كتيرة جدا جوه الملعب. فما حدث اليوم اللي احنا اتكلمنا عنه في الشوط الأولاني بين الشوطين، قلنا احنا محتاجين الهدف التاني. الهدف التاني بيدي ارتياحية جامدة جدا للعيبة حتى وثقتها ونقل الكرة مع بعض، مفيش استعجال زي أول شوط 0-0. الدنيا بتروح على الهدف الثالث والرابع والخامس، والتغييرات بقى والايجابيات اللي بتبقى موجوده بالنسبه للمدير الفني للقادم. يعني احنا المكسب الثلاثه ده من التغييرات اللي بتحصل، من دخول اللاعبين، من كل حاجه موجوده في الملعب النهارده، خلت الجمهور يقول لك ايه، الاهلي نفسه مفتوحه. يعني فعلا الاهلي مع المباريات اللي فاتت دي كلها نفسه مفتوحه، وعلى تعليقك انت على الثلاث اهداف يضرب فيه ثلاثة ويضرب فيه أربعة ويضرب فيه خمسة. طمنا على جميع الخطوط النهاردة، انت دايما عندك خط الوسط بتاعك هو الترمومتر، يعني الترمومتر اللي بيريح كل الدنيا. صح. كلكم احنا قاعدين اتكلمنا على محمد عبد المنعم والحالة الارتياحية اللي هو عاملها بالنسبة للفريق كله والحال، وكلكم هتجمعوا على انه هو احسن لاعب في المباراة. لا لسه، ولكن انا هديها لديانج، فما تبقاش تسالني لسه لما نوصل للموضوع ده. وديانج ده حاجه كمان مبهره الحقيقه. مجهود غير عادي، انطلاقات ناحيه اليمين، بيعمل مساحات للناس اللي جنبه واللي حواليه، بيخلي بيرتستاو مش حامل هم اي حاجه، يلعب لو عنده كره وفرديات يعملها ويروح وينزل. الشناوي كان ليه دور برده، النتيجه 2-0 كان امبي هيقرب، والشناوي شال انفراد بصراحه عالي جدا. مش عايز الشناوي يعمل واحده في ال 90 دقيقه؟ عشان نص وسام حقنا عليه. ايوه قاعدين نقارن بين الشناوي وسابق من واحده شريكة ماهر يعني. بس دي كانت اقرب يعني. بص احنا قاعدين نقارن الشناوي واكرامي وثابت والحضري، وقاعدين نتكلم ده وشوبر، يعني قاعدين بنتكلم مش عايزه يعمل واحده. يعمل واحده لو احنا ما نحبش ان حد يروح عليه ولا يزوره. انت ازاي؟ انما ما شاء الله الحمد لله لكل مجتهد النصيب، وواضح ان الفرقه مركزه الفتره اللي جايه، واللي جاي احسن باذن الله. باذن الله رب العالمين.